في غزة تم الإعلان قبل قليل عن تمديد الهدنة لمدة يوم إضافي حتى صباح الجمعة، مع التأكيد أن هناك مشاورات جارية بين كافة الأطراف المعنية للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم. للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلتنا من قطاع غزة سعاد الإمام. سعاد، صباح الخير. بعد الإعلان قبل قليل عن تمديد الهدنة لمدة يوم إضافي، ماذا يمثل هذا الخبر لسكان القطاع؟ نعم، صباح الخير لكم جميعا. يعني في ساعة الصفر وقبل 20 دقيقة من انتهاء هدنة الستة أيام، أعلن في بيان رسمي صادر من الاحتلال الإسرائيلي وعلى لسان ناطقه العسكري أنه الاحتلال تسلم القائمة المعدلة من حركة حماس، وهو ما أتاح أن تستمر الهدنة لهذا اليوم الخميس، حيث كان الخلاف الأساسي الذي جعل إسرائيل تستعد لعودتها للقتال من جديد هو أن الاحتلال رفض تسلم 7 من المحتجزين من النساء والأطفال اليوم، وجثامين 3 من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة في الأيام السابقة في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة اليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الستة الماضية، ولكن الاحتلال رفض هذا العرض وقال أنه سيستقبل القائمة الجديدة والتي هي الإفراج عن 10 من المحتجزين دون وجود أي من الجثث الإسرائيليين الرهائن في القائمة الجديدة. هو بالفعل الجهود الدولية نجحت في التوصل لهذا الاتفاق وسط حالة من القلق والترقب في الشارع الفلسطينية، خاصة وأن هناك خروقات إسرائيلية عديدة شهدها الفلسطينيون في الأيام الهدنة الستة الماضية، أبرزها قتل استشهاد شابين فلسطينيين قرب المفرق العام برصاص القناصة واستمرار إطلاق النار، وأيضا كان هناك تحليق لطائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة وتحديدا في المناطق الجنوبية. سعاد، بينما أنت تحدثين نشاهد الآن لقطات حية ومباشرة على مشارف قطاع غزة. نعم، هذه بعض الخروقات الإسرائيلية للاحتلال الإسرائيلي، حيث أنه يقوم بإطلاق النيران وبإطلاق قذائفه على تخوم ومحاور قطاع غزة تحديدا الشمالية والشرقية، وذلك كإجراءات عادية. نعم، إنها خروقات طفيفة، ولكن الفلسطينيون يأملون بأن لا يكون هذا اليوم الأخير للهدنة، بل أنه يتوج بعملية وقف وإعلان لوقف إطلاق النار، وأيضا بإعلان عودة أكثر من 1.5 مليون نازح في جنوبي قطاع غزة إلى منازلهم في مدينة غزة وشمالها. هذا هو نعم. سعاد، دعينا نقول أن الاحتلال أمس اعتمد خطة لعمليات عسكرية في جنوب غزة لما بعد الهدنة، هل هناك تحركات عسكرية ترصدونها في هذا الشأن؟ هو الاحتلال الإسرائيلي لازال متمركزا بالفعل شادية في عدة محاور في مدينة غزة وشمالها، هناك وجود لازال للدبابات الإسرائيلية، هناك انتشار للقناصة الإسرائيليين الذين يعتلون الأبراج العالية التي بقيت في قطاع غزة، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر مجلس الحرب الإسرائيلي قال أنه هناك سيكون استئناف للقتال، وقال أنه أنهى اجتماعاته وأنه غير راضي عن قائمة المحتجزين، وأن المجلس يرى أن القائمات التي تعرض له لا تلبي المعايير الإسرائيلية، ما يجعل قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد للعودة للقتال العسكري ولتنفيذ باقي الخطط الإسرائيلية العسكرية. خلاصة الأمر بأن هذه الهدنة التي تعلن وإن كانت 6 أو 7 أيام هي هدنة ليست بالحد المطلوب، خاصة وأنها تشهد خروقات وتتعرض إلى تهديدات إسرائيلية متواصلة بعودة القتال داخل قطاع غزة.
نعم سعاد الإمام، مراسلة تلفزيون دولة الكويت في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك، وطبعا سنواصل التغطية والمتابعة معك في أخبارنا اللاحقة.